Bonjour, صباح الخير. العودة للجازي مزيغا encore une fois معكم في فيديو جديدة. اليوم راني حاب نهضر في بزاف مواضيع ومنهم موضوع ال 1 2 3 ليست. اليوم نهضروا على يعني بزاف مواضيع داخلين في بعضهم بعض. نبداو بالحملة تاع خليها تصدي. هي حملة دارها الشعب باش يعني نظرا لغلاء السيارات من طرف لي زوبيراتور كيما تحكوت ومنا هم يبيعوا الطوموبيلات يعني فوق البري تاعهم. الشعب دار يعني حملة فيسبوكية خليها تصدي باش ما يشريش الطوموبيلات بل بالك الأسعار يهبطوا. وهذا الحملة هي مليحة ولكن ما تنجمش يعني تمنع قاع الناس شراء السيارات ومنهم المرفهين. مرفهين يشريو ما عندوش خليها تصدي ولا خليها تواسي. كاين ناس يعني صوروا في الديبوات كيما تاع تليلات هذاك ومنا صوروا يعني في الباركينج معمر بالطوموبيلات. تسمى البيع ما كانش، تسمى الناس ما تشتري. حاجة مليحة باه يهبطوا لي بري. وشنو كاين بزاف ناس اللي داروا هذه الحملة. الناس زط شيئين وانتو تريستيين يعني ما عندهم حتى فايدة في هذه الحملة باسكو ديجا هما ما عندهمش دراهم باش يشري طوموبيل. تلقاه يبارطاجي بيبليي في لاباج تاعو. يعني هذه الحملة هذه ما تجيبش يديرها واحد زاويري باسكو واحد زاويري ديجا هو ما عندوش دراهم. ما قال لك كيتنقص له البري تاع الطوموبيل ما يجيبش يشري مام با كيو كيو ولا هذه رخيصة كاع ما يجيبش يشريها. الوغ لا تسمى ما يجيبش يدير هذه خليها تصدي. خليها تصدي يجمو يديروها مرفهين ولا الناس اللي عندهم الدراهم كما يقولوا يصوموا ما يشروش طوموبيلات بهبالك البري. وما شكيت يعني هذه الحملة تطول وما شكيتش بلي نجحت 100% ولا نجحت. تسمى سابرو بلي المجتمع الجزائري ينضج باسكو عنده بزاف. المجتمع الجزائري ما يعني ما تفهمش على حاجة كيما نقولوا ما تعاونش وما تتلاحوش بعض وبعض باهي كيما نقولوا باهي يوقف كرجل واحد. تما لان نجحت هذه العمليه تما الشعب الجزائري افطن ولا ناضج ونجمو نتكلو عليه في القضايا المستقبليه. نهضروا ثاني على الدوله الجزائريه الزطشيه الوان تو ثريستيه التي فرح شت في التلفزيون قال لك بلي في المطارات ومن راهم يعسوا الناس اللي دخلوا كتبه تاع الشيعه واللي قال لك يحاربوا الشيعه. وانا جو ديك المذهب الاخطر في الجزائر واللي دار ديكه كبيره في الجزائر ويعني بدل لنا كاع عقليه الجزائريين الشعب الجزائري وخمج المجتمع الجزائري هو عقليه السنه. عقليه السنه هذه ديجا من بكري الناس تاع السنه هذو سيبورتيو الناس تاع السلطه تاع اللي عندهم الدراهم واللي عندهم السلطه. الشيوخ هذوك الفقهاء تاع بكري كانوا يعني دايرين اليد في اليد مع الخلفاء. والخليفة يعني واش يدوموندي يعني زعما يدوموندي فتوى ولا كيما نقولوا فتوى اجوست ميزور كيما نقولوا فتوى باه تبرر له يدير حاجة في المجتمع يدير يعني افعال وتكون مبررة من طرف الدين. الفقهاء هذو ما يخدموا له يعني احاديث كاين بزاف احاديث ما قالهمش كاع الرسول هما خدموهم لتبرير بعض افعال الخلفاء ومنهم يعني عبودية الانسان. خلفاء كانوا يستعبدوا الانسان كما راهم يستعبدوا دوكا. حنا في الجزائر يقول لك بلي الجمهورية الجزائرية هي صح ماشي جمهورية باسكو ما عندكش الدروا يعني تتبع الدين اللي تحب علانية ثم تتبع الدين اللي تحب خفية. تنجمش تعلم بلي انت مسيحي ولا انت شيعي ولا كان تقول لهم بلي انت شيعي ولا قادر يحقوا معاك قادر يدوك للحاج قادر. يعني نورمالمون المذهب الخطير كاع هو المذهب السني باسكو الناس يطلعوا للجبل في التسعينات هما من السنه. شيوخ الارهاب اللي يعني كتب تاعهم عمره بالقتل والتكفير تكفير الناس هما السنه منهم بنو تيمية بنو كثير. هذو ما يعني مشبعين بثقافة العنف
ثقافة العنف وثقافة الموت. يعني بون السنة هي تقول لي أنا سني، واش معناها سني؟ ما نتبع سنة على الرسول، هذيك حاجة. وبهدي سيكت، يعني سيكت باينة، سيكت سيبورتي سلطة الخلفاء، هذيك حاجة أخرى، هذيك ماشي سنة. هذيك كيما نقولوا جروب دخل في السياسة ولا زعما يحضر باسم الدين وباسم الله. وهذا لا حبت الدولة تحارب يعني مذهب، لما مو تحارب المذهب السني وتناحي المادة رقم 2 اللي تقول الإسلام دين دولة. الدولة ما عندهاش دين، عودوها وكروها دائما. الدين الوحيد تاع الدولة هو الإنسان. والطوائف هذو ما يعني هي كي تلقى كي في البلاد اللي تكون معمرة بالطوائف الدينية حاجة مليحة، باسكو يعم التواصل ويعم يعني يكونوا متوافقين يكونوا متفاهمين. البلاد اللي تكون معمرة بالمذاهب وتكون فيها السلم هي البلاد الناجحة. والبلاد اللي كما نقولوا تعموا فيها طائفة واحدة والاخرين قاع يحاربون علي بالك ما يتفهموش مع ديك الطائفة الماجوريتير، هذه دولة متقلقلة، لا تعرف السلام. كالدولة الجزائرية التي يحكمها بعض الزطشيين الماتودريستيين، والزطشيين الماتودريستيين هم شريحة كبيرة من المجتمع الجزائري الذين لا يدرون أين هم، ما هم شعبين شنو هما، أسكو هما مسلمين ولا هما مواطنين ولا ما عارف روحو قاع. هما الولاء تاعهم للأمة هذه باينة. يعني الدولة الجزائرية لازم لها رئيس يكون علماني يبدل الدستور ويدير الدستور اون فوا بور توت، نسيت يتعدل الدستور هذاك. الدستور هو علماني، قوانين علمانية، ونعيشوا قاع بسلام وهناء. احنا يا جزائريين عمرنا ما كنا سنة، ما غير هي الدولة تقول لك بلي احنا سنة، دولة سنة مالكية. عمرنا ما كنا سنة، احنا كنا صوفيين. الصوفية هم الفرقة الأكثر سلما في المذهب الأكثر سلما في الإسلام. وكنا شيعة، شيعة ثاني ما همش زعما الناس اللي كفروا، ولا حتى في الكتب تاعهم ما كاش تكفير. حتى هما أنا راني نشوف في اليوتيوب ونتبع الناس تاع الشيعة، الشيوخ تاع الشيعة جايين بليز اوفير على الشيوخ تاع السنة. يعني حتى هما يقول لك في المذهب تاعهم ما ينجموش يطبقوا الحد، الحدود. علاه؟ يقول لك الحد نطبقوه كي يجي المهدي، الامام المهتدى، الامام المهتدى وقيلا الامام تاعهم هذاك المهتدى. بون كيما السنيين يقول لك المهدي المنتظر، راهم يستناو المهدي المنتظر. يقول لك بلي سيدنا علي عاود يولي، كل واحد واش يهضر. بصح هي نورمالمون لو كان جاو السنه صح ما مو يتقبلوا المذاهب الاخرين، باسكو المذاهب الاخرين ما هم رايحين ياثروا في حتى حاجه في العقيده يعني تاع السني المالكي. السني المالكي هو انسان على العموم يتزعزع بالخف وليس له ايمان يعني مترسخ، لانه يخاف من كل شيء، يخاف من كل الطوائف. يعني نشوفوها في رمضان، يمنعون الناس ان ياكلوا في رمضان برا لانهم يخافون، لانهم لا يصومون بطريقه صحيحه. والسنيين هما الناس يعني انا نشوفه في بريطانيا، فرنسا، وامريكا، واسبانيا، هما الناس يعني متناقضين. باسكو كي يكونوا في بلادهم ما يحبوش يبنيوا الكنائس ويبنيوا السيناغوغ، كي يكونوا ما يامنوش بالعلمانيه في بلدانهم الاصليه. لكن عندما يذهبون الى بلد النور، تنوير بلد الغربيين، بلد الاوكسيدونتال، يقولوا سيبورتيو يعني العلمانيه بطريقه كبيره جدا. وهما يعني ناس شويه مجانين، لانهم يقولون بان لعن الله امراه تحكم، لعن الله قوم تحكمهم امراه،
وهما يعني في الحملات تاع هيلاري كلينتون، هما اللي كانوا يسيبورتيو بكثره هيلاري كلينتون. علاه؟ باسكو هيلاري كلينتون كانت رايحه دير بزاف تسهيلات للاجانب في اوروبا الامريكا، وكانوا ضد ترامب، دونالد ترامب. يعني نورمالمون كان تبعوا للمنطق تاع السنيين المسلمين، مامو سيبورتيو ترامب باسكو هيلاري كلينتون يعني لعن الله قوما حكمتهم امراه، تما كي تحكمهم تما تشوفهم ملعونين، باه تشوف بلي يعني المذهب تاعهم والعقليه تاعهم مشوهه جدا. يعني هما ناس مرضى، نورمالمون يروحوا لبسيكياتر ماشي بسيكولوج، باسكو بسيكولوج ما يدير لهم والو، بسيكياتر يعطيهم دواء يضربوا يامات حتى عام ولا في المشفى العقلي يعني. وكي تكون زعما تبع الدين، انا نامن بلي كاع الديانات ما فيهاش طوائف، هو دين واحد. تبع الدين مع روحك، لازم تكون انسان علماني. العلمانيه هي اتباع الديانات، تبع الدين ولكن تخفي، ما تقولش، ما تعلنش للناس واش راك تبع، ولا ما تدخلش الدين في حياتك، وما تخندقش الناس بالدين تاعك. قادر تقولي بلي الله مذكور في القران، انا نجيب لك الكتب تاع الكوميكس نقول لك بلي سوبرمان مذكور في الكتب تاعي. انا نامن بكتب الكوميكس، ونامن بسوبرمان وباتمان، تتامن ب يعني ب بالحكايات تاعك، كل واحد وكذا. انا ما نجيش نفرض رايي عليك والدين تاعي ولا المذهب تاعي العقيده تاعي ليك، وانت داني ما تفرضش الراي تاعك والمذهب تاعك، خلي الافكار تاعك عندك. الافكار يعني قابلين للانتقاد والنقد والسب، يعني كي نسب الفكره ولا مانيش نسب الانسان، نسب الفكره، هذا مكان يعني. جيسبر الفيديو هذه استمتعتم قليلا، لانني عندي بزاف ما جيتش لليوتيوب يعني. الايام المقبله نرى سوف نعرفون تهاطلا في الفيديوهات الكثيره. هذا العربيه تاع امازيغ، نحن لا نتقن العربيه ولا نريد اتقانها، لان العربوجيين يحاربون الامازيغيه بقوه، ولكن نحن نتكلم العربيه يعني نتكلم بكاع اللغات العالميه. كان معكم أرجازي بازيغن، جو فوز امبراس تري فور، ا لا بروجين، ا تو فيت، باي باي.